طرحكم لهذا السؤال، واللي بالفعل كما تفضلتوا الدور ديال الوزاره ديال التجهيز والنقل اللوجيستيك في هذا المجال هو انها تقدم المساعده التقنيه، تقدم المساعده التقنيه للجماعات المحليه اللي تترغب بالفعل بانها تقوم بالاجراءات ديال الدراسات التقنيه. لكن الاشكال السيد النائب المحترم في هذا المجال هو ان الطلبات الان اللي هي وارده على الوزاره في كثير من الاحيان تتكون في واحد النسبه اللي هي كبيره جدا، باعتبار ان العديد من الجماعات عوض ان تحدد اولويات دقيقه وترسلها للدراسه تتعطيك واحد المجموعه ديال المشاريع دفعه واحده. عندنا جماعه قرويه اللي صيفطت خلال 3 شهور 5 ديال المشاريع للدراسه، بينما كاين مشاريع اللي اصلا ما غاديش ديرها لان خصها واحد ميزانيه كبيره عندها 20 30 عام تترسلها لك، وهذا اللي تيخلق لنا اشكال حقيقي على صعيد الموارد البشريه. قلت ان الدور هو تقديم المساعده وليس القيام بالاصل ديال العمل، لكن فيما يتعلق بالمصادقه المديريات يمكن للجماعه ان تستغني عن مسطره المصادقه من طرف المصالح ديال الوزاره اذا كانت الدراسه المنجزه من طرف مكتب الدراسات اللي هو المعتمد. اذا في هذه الحاله ما تتكونش مصادقه، وحنا تنديروا كونفيونس والثقه في هذاك المكتب المعتمد ديال الدراسات. شكرا. شكرا سيد الرئيس. نبغي تقول السيد النائب حنا من ناحيه ديال الاشكال ديال المصادقه الاقليميه فيها اشكال واحد بالنسبه لنا، هو خص الموارد البشريه اللي عندها المام بالمسار كله ديال المصادقه والمحتوى التقني خصها تكون عندنا متوفره على صعيد جميع المديريات الاقليميه، وهذا اللي بكل صراحه ما عندناش متوفر الان. وهذا اللي تيجعلنا انه امكانيه ديال المناقشه ديال الموضوع ونتدبره. شكرا سيد الوزير. ونمروا